كما ولفكم طارق في الهميزات اللي ما كاينش بحالهم، جبت لكم اليوم شقه بثمن ديال 24 مليون 240 الف درهم ومازال فيها النقاش. وانت بالنسبه للموقع والواجهه اللي عندي كنطلع على جريده وعلى شارع اللي هو كبير في وسط المدينه ماشي بعيده. كنقول لكم اعزائي المشاهدين اجيو شوفوا هذا العقار. كنتمنى يكتب لواحد منكم، واللي كنطلب منكم هو المشاركه ديال هذا الفيديو مع اصحاب العائله الاهل. جانا على بركه الله نبداو الجوله ديالنا في هذه الشقه هذه ونعرفوا فين جات بعد الباب اللي هي هذه. هنا المدخل الرئيسي قدام الباب، فعندنا صالون اللي هو كبير في العرض ديالو بتاسع وكذلك في الطول ديالو. كنقول لكم الشقه اللي جايب لكم اليوم راه بالثمن ديال 240 الف درهم، كنهضروا على 24 مليون. بالنسبه للمدينه والموقع فين كنتواجد، فانا اتواجد اليوم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس القى عليكم اجمل تحيه والسلام فيما كنتوا كتشاهدوا هذا الفيديو من داخل المغرب ولا الناس اللي كيشوفوا من خارج المغرب. كنقول لكم شكرا بزاف. هضرنا على الواجهه، الواجهه مثلا فين كيطلع عندي الصالون راه كيطلع على جربه، واخا ما قداميش حتى الحاجب ديال الرؤيه بعيد عليا. وهنا في هذا الممر، الممر اللي عندي كبير كيتفرقوا عندي الغرف مع المطبخ ما الى ذلك. وفين بالضبط كنتواجد؟ كنتواجد في حي اناسي في وسط المدينه ولا في وسط الجهه ديال مرجان، في اناسي واحد في احدى العمارات وعندها اطلاله بجوج ديال الواجهات، عقار لينفيني كامل كله واجد. وحتى الاطلاله من هذه النافذه فهي كتطلع على شارع كبير وكتطلع على جربه، وكاين يعم الهدوء هنايا حتى من الشميشه مشمشه. صراحة ميزة دايزها الكلام، ميزة دايزها الكلام زعما صدقوني، ميزة واعرة. من الشبيهات لهذا العقار هذا ديال اليوم، فالثمن ديالهم تيوصل تقريبا حتى 30 مليون، 32 مليون. لهنا طواليت، بابو، دوش، وعندي هنا المطبخ، آخر شيء بقى لي نوريكم هو المطبخ، حتى هو بإطلالة ديالو على جردة. شقة بجوج ديال الواجهات متقابلتين بثمن ديال 24 مليون 240 ألف درهم. ربما يكون هناك شيء قليل من المفاهمات، شيء أكيد لي مول العقار قال لك بأن شوية غادي يكون الثمن زعما النيغوسيسيون كتكون واحد الشيء شوية صافي. دي الشقة ديال اليوم كنقول لكم دمتم في رعاية الله، كنتمنى طيح له ميزات أخرين بحال هاد الشيء هذا إن شاء الله عما قال. وراه تم الصباغه، مصبغه كلها بصبغه ديال العمر. الى اللقاء.